خرجت مظاهرات في بلدة جنديرس بريف حلب على خلفية جريمة قتل راح ضحيتها طفل يبلغ من العمر 16 عاما. وبحسب مصادر محلية قتل أحمد خالد معمو من أهالي بلدة جنديرس طعنا بسكين قبل رميه ببئر مياه في بلدة تلسلور على يد أحد عمال المخبز الذي كان يعمل فيه الضحية. وهذا والمجرم أو الجاني فر بعد فعلته، الأمر الذي أدى إلى حدوث مظاهرة شعبية قد خرجت ليلة أمس في حلب وريفها عقب اكتشاف الجريمة، طالب فيها المحتجون بالعدالة ومحاسبة القاتل. كشف موقع صوت العاصمة عن وضع رجل الأعمال المقرب من النظام أبو علي خضر تحت الإقامة الجبرية، وذلك بعد أشهر من تضارب الأنباء حول مصيره. هذا ونقل الموقع عن مصادر خاصة أن النظام وضع خضر أمام خيارين، إما التنازل عن معظم أرصدته داخل سوريا وخارجها والإبقاء على أعمال محدودة لصالحه، أو البقاء على ما هو عليه ووضع جميع ممتلكاته تحت سيطرة اللجان الاقتصادية في القصر الجمهوري التي تشرف عليها أسماء الأسد. أصدر رئيس النظام بشار الأسد قانونا يدمج بموجبه المؤسسة العامة للصناعات النسيجية والمؤسسة العامة لحج وتسويق الأقطان في كيان واحد يحمل اسم الشركة العامة للصناعات النسيجية. وبحسب ما نقلته وكالة أنباء النظام سأنا، فإن القانون يتضمن إحداث الشركة العامة للصناعات النسيجية لتحل محل كل من المؤسسة العامة للصناعات النسيجية والمؤسسة العامة لحج وتسويق الأقطان، زعيمة أن الدمج سيسهم في تكامل حلقة الإنتاج ورفع الجودة وتحسين الأداء. كشف رئيس إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل في حكومة النظام أن قيمة الأحكام القضائية التي ربحتها الإدارة خلال العام الماضي بلغت 700 مليار ليرة سورية. هذا وأشار صلاح ونوس لصحيفة الوطن الموالية أن عدد الدعاوى التي تبعتها الإدارة في العام الماضي بلغت أكثر من 160 ألف دعوة، سواء رفعتها الجهات العامة أم دعوة مرفوعة ضدها من أشخاص آخرين. اشتكى العديد من الطلاب داخل المدينة الجامعية بالمزة من انقطاع التيار الكهربائي منذ أول أيام شهر رمضان خلال فترتي الإفطار أو السحور. ونقل موقع أثر بريس عن الطلاب قولهم إن معظم القاطنين في السكن الجامعي لم يستطيعوا تناول وجبة الإفطار في اليوم الأول من شهر رمضان بسبب عدم توفر الكهرباء، مشيرين أنه ليس بإمكان الجميع التوجه إلى أحد المقاصف أو المطاعم لتناول وجبة الطعام بعد يوم كامل من الصيام، فالعديد اقتصر إفطاره على التمر والمياه. أفاد محمد العقاد عضو لجنة الخضر والفواكه في سوق الهال بمدينة دمشق باستيراد 30 ألف طن من البطاطا المصرية إلى السوق السورية. وقال العقاد في تصريحات لموقع أثر بريس إن كامل الكميات المستوردة من البطاطا المصرية ستدخل إلى السوق خلال 15 يوما المقبلة، وتوقع أن يؤثر ذلك على الأسعار من دون تحديد النسبة.